السيدات والسادة، الحضور الكريم، إن مصر التي وهبها الله عبقرية المكان وجعل على أرضها لبنة الحضارة الأولى وتشكلت شخصيتها في التنوع والتعدد، فأصبحت هي نقطة انطلاق الجامعة للحضارات ومنطلق السعي نحو إقرار السلام وإعلاء قيم المحبة والتسامح. وهنا على أرضها الطيبة المباركة اجتمعنا من أجل الإنسانية ومستقبلها. ومصر الجديدة التي نقدمها اليوم للعالم هي دولة مدنية حديثة تسعى للبناء والتنمية وتحقيق العدالة والكرامة الإنسانية، وتمتد جهودها في البناء والإعمار إلى محيطها الإقليمي بسعي مخلص من أبنائها الذين يحملون للعالم رسالات المحبة والسلام. وقد كانت مخرجات هذا المنتدى عظيمة على كافة المستويات، وتدفقت الأفكار والرؤى من هنا ومن هناك داخل أروقته، وعلى مدار ساعات النقاش والحوار تبلورت مجموعة من التوصيات التي بناء عليها قررت ما يلي: إعلان العام 2022 عاما للمجتمع المدني، بحيث تقوم إدارة المنتدى والجهات والمؤسسات المعنية بالدولة بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية، تكليف إدارة المنتدى بتفعيل مبادرتها التي أطلقتها بإنشاء حاضنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة والصناعات الصغيرة، وذلك بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء والجهات المسؤولة، مع التوسع في إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية في هذه المبادرة. تكليف إدارة المنتدى بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بتكوين مجموعات شبابية من شباب مصر والعالم للمشاركة الفورية في إجراءات الإعداد لقمة المناخ 27 المقرر انعقادها في مدينة شرم الشيخ. وأنا على ثقة بأن هذا الشباب سيكون قادرا على إنجاح هذه القمة.